السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه امنا سيماكم. اليوم جبت لكم هذا المشروع اللي كاين في المنصوريه. هاد لي زابارتمون، كاين لي زابارتمون، كاين لي ميني فيلا، وطبعا غادي يوجدوا في الاخر ديال في الصيف ديال 2024. هادو كيف ما كتشوفوا ما هو بدا فيهم الاشغال. اللي بغيت نقول لكم على هذا المشروع هذا، واللي هو سميتو داريس، تابع لداريس. داريس راه كتعرفوه، يعني هذه شركه قديمه عندها 50 عام، راه هي اللي بانيه داك داريس اللي كاين في عين السبع مقابلين مع لاكارد عين السبع. عندهم بزاف لي بروجي، والمهم اليوم راهم دايرين هذا البروجي كيف ما كتشوفوا اللي كاين في المنصوريه. كيف ما كتشوفوا فيه ربعه لي ترونش، والترونش الاولى هي اللي دابا تيبيعوا فيها. المهم فيه دي زابارتمون اللي فيهم ار بلس 2 ار بلس 2، وفيهم لي سوسول، فيهم سوسول، فيه الباركينغ. هاد لي ار بلس 2 فيهم لاسانسور. المتراج كاين 71 73 75، ماشي حاجه بحال هكا. ولا انا غادي نجيب لكم، الا طلبتوا خليتوا لي كومونتير انا نجيب لكم الاسمنه بالضبط. المهم فيهم دي ميني فيلا، ولي ميني فيلا هما هذوك اللي كتشوفوهم في الجنب. فيهم تقريبا 76 متر في 76 متر في البارتمون اللي فيها دو شومبر صالون، وحتى لا بيسين ديالها بالجرده بلا بيسين بريفي حتى هو فيه 76. دونك فريمون داكشي صغير و بريفي. وهذا هادو هما لي هادوك لي ميني فيلا اللي في الجنب. اما الوسط هو اللي كاين دوك لي ار بلس 2 كيف ما قلت لكم.